اترفع قدام التخيل ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي اترفع ده يطلع في الازمات يعني ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني بس فيها حاجه الصوره برضك فيها صورتك وريني وشك كده ده الوش اللي بتجيب بالخضار ما طبعا صورتي انت قصدك ايه طيب فيها حاجه كده حاجه محترمه فيها احترام ايوه فخر ووكر كده وكر ايه يا صوره رئيس عصابه يا حيوان انت بتتريق على لا مهابه ايه حاجه مهابة. ايه حاجة؟ ايه حاجة انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ ده انا هو ده ده هو ده؟ ايوه يا حاجة ايه شايف فيه منديل بقويا هنا وانا اقرع انا عاوزك تحضر الجلسة مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثة وجاي الجلسة باقي عليها ربع ساعة اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضية كده واعرف التفاصيل والتيتلز بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتلز هو هيتكلم جوا لا انسى انسى هنا يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع ما تخافش وما تهبش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين انت محامي الله يعليك انت محامي انت ما عارفش انك محامي انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر واد الطربوشه اهو طربوشه اهو على اساس اني راح اترافع عن محمد طه امسك امسك ولدي حيضيع مني عين عليك يا ولدي قلبي اتحرق عليك يا ولدي قولي بقى تفاصيل القضية ايه عركة عادية بين عيلتين ولدي حيروح في داهية ولدي حيروح في داهية ولدي تفاصيل ايه بقى يا حاج ولدي لنوف في الدور ولا في الطحين تفاصيل ايه يا حاج ولدي لنوف في الدور ولا في الطحين ولدي حيروح مني القرار اخر جلسة ابنك اسمه ايه حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقوله اسمه عبد الصمد وهدان حلقوله؟ زيرو زيرو؟ ده الاسم بالكامل ما علينا طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل ايه ده؟ ايه احنا ما اتفقناش على كده اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل انا ما اتفقناش على كده حاج انت كنت بتعمل لي مفاجاه هنا ابوس يدك ابوس يدك ما تفضحنيش حينادم عليك نادي على اللي بعده عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل ابو حديده يا حاج احنا ما اتفقناش على كده ابوس يدك عبد الصمد وهدان حلقوله طب وقت ازاي يا رب سكينة شاب ضرب في السكينة في حنكه ايوه حاضر اهو شرن بقه غنى شرن بقه دي جون الحمد لله حنجل حلبوله قتل حنجل حلبوله فلق حنجل قتل حنجل قتل حنجل في ايه يا استاذ سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ طعنة ناهية يا استاذ طعنة بالية يا استاذ انت مش فاهم حاجة ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضية ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل لا والله هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ ابنك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج انت بتعملت فيه فيا ليه؟ سيد الرئيس ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة كانت طعنة في الهدوء طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي نعم يا أخويا لا مش قصدي سعادتك أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه اتطبق ايه انت عايز ايه بالظبط ابوس ايدك شجاع الشباب
شجع الشباب المنطقة كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق أول مرافعة ليا. شربات يا أستاذ؟ قول لي طلباتك. الطلبات اللي هكون عايز اسكبريسو، عايز تقيل. إيه؟ تقيل. تقيل؟ آه. خلاص يا إخوات أجل القضية، اتفضل. حياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا أستاذ أدو أجل القضية. والله هتقولها يعني أنت هتقولها قدام الناس دلوقتي. يلا يا أستاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم وكلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9-9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي، 5000 جنيه يا ليفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسة فتحية واكلاهو ثانية صدره، يعني ناس غلاب. انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لمي. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي يا راجل؟ والله اقول لك على حاجه. ها؟ اما تعرف قبل القفص فضل يتنطط. دي مراتك يا لمي. يا راجل مرات انا؟ يا نهار اسود يا دكتور شواف، اسمعني. أبا ما تسمع يا اسطى، انا مش فاهم حاجه من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. بص انا لما حصل الموقف ده، ها، وعم فوزي اكد لي انها دي مراتك والمصحف الشريف، ان ما كنت مصدق ان دي مراتي. كان اول مره لولا ان انا لميت الموضوع ولميت الربكه اللي حصل في الحكايه يعني. طب الله يخليك، الموضوع ده هيحصل تاني يعني؟ ايه؟ لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى، سلام انت. ايه نوجع؟ ايه عايز اعيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاركرين يا نوجع؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي. قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضيه، اللهم صل على الاستاذ. كده يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، صباح الخير يا استاذ، يا استاذ، صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. انا يعني ايه اشرف؟ لا انزل بقى، غريبة قوي. اوعى انت الشنطة، اوعى الشنطة، مش اوعى انا ولا اعرف عمك. مين على كده؟ يا ابني ولا اعرف انا، باخد اوعى الشنطة. انا اشرف سكرتيرك. مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك. مالك يا استاذ؟ والله ما اقصد اشرف. ازاي؟ الحمد لله اشرف. انت خضتني. معلش معلش، اصل انا الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فرحت للدكتور فقدمني دواء، فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا ابعت. خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه انهون فيها؟ لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترفع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شاد المحامي، انا اللي هترفع. نعم؟ أنا اللي هقف في ساحة الفضاء العالي وأقوم بالمرافعة. يا ريت، إيه اللي غير رأيك كده؟ يا ده إحنا ليه عرقنا إحنا وشقانا يروحوا لبره؟ مش إحنا عرقنا إحنا أولى بيه؟ بدل ما تاخد 20 جنيه في إيدك مني كحيانة، تروح قافش مني النيالة، وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش، أنت هتفضحني في الشارع. ما تشوف طب حال. المهم يلا. أنت قلت لي أنت مين؟ خدمتك أم أحمد. طب عدى يا حاجة وأعلن عن قدومي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا أهلا يا أهلا وسهلا بالأستاذ، يا أهلا وسهلا، يا أهلا. اتفضل اتفضل يا أستاذ، يا أهلا وسهلا، اتفضل يا أستاذ. الله أكبر، الله أكبر. الأستاذ أشرف قال لي ما طولش عليك لأنك أنت مشغول دايما، وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عندي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الراجل ده يا عم وإيه؟ خارج من حرب الاستنزاف ولا ليه؟ اللي ليه ايه؟ الله اكبر، الله اكبر. حسيت ان لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي يا عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ معزوبك بيومي. طب حاج بيومي، ايه نوع القضيه؟
ابني متهم في قضية اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه ما انا فاهم يعني هو يعني في الاغتصاب ده اتحقق حد اتحمرش بيه؟ يعني كان اغتصام وحمرشة واتحمرشوا بيه ولا هو يعني اتحمرشوا بيه كده بس وكده؟ لا ابني متهم في قضية اغتصاب. هو متهمينه في قضية اغتصاب. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا ده الأكبر ابن بالأبدي ده دور عاملاه البنت وأهلها طمعانين في العز اللي أنا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي أنا فيه ده كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رمى بلاها عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي يا حاج لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر. نبيلة الحايح بهنسة جوهر عندها 67 سنة ومتجوزة 7 مرات ورمت جوازها من البلكونة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه أنت اللي إيه؟ أنت اللي إيه؟ اللهم صل على حضرة النبي. أنت جبت المعلومات دي منين؟ أما بقى نبيلة الحايح اللي عليها العين والليلي دي ساكنة في 17 شارع السكاكيني الدور الخامس. مش سامعك كويس. بطل وشوش. طب انت بتتوشوش مش سامع خير. ايه بتقول ايه؟ هكلمك بدري. يلا باي. ارجو يا حاج ان انا ما اكونش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا بس كنت جاي لنبيلة في بوستين. لا جاي ياخد كلمتين في القضية يعني. بحسب البوستين. ايه اصل سمعتها بوسة. انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفة وعفيفة وظريفة وشرفي بحب بالليفة. ابني كنت الليفة يا حاج. طب يا جمل ده انت عندك في قلب البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاكي ده وشوفي الافوكاتو يمكن نطلع منه بمصلحه. طب يلا بقى باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس فت ثواني ثواني. ازيك يا سعوده؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 ده سعد اخويا انا. يا حبيبي اكبر من الصغير ولا هو ايه يا راجل؟ لا 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 دايما انت ظنك وحش يا راجل. ده ابن خالتي بالرضاعه يا سعد. طب يلا يلا اقفل اكلمك بعدين. يلا باي باي. البلد كلها اخواتها بالرضاعه. منور يا حاج عجه. افندم يا استاذ خلصنا. قصدك يا ست انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست انا بس في ثواني. اوعى بقى انا مش بقى. انت رايح فين؟ اجيلك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص نتقابل في الجلسه. باي. سيد الرئيس حضرات الساده المستشارين إن هذا الملتهم الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب وأنا ألتصق مع النيابة. ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب. ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم فخورين به. القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعال يا نبيلة. Thank you.
سيد الرئيس مش فين الشهادة هي المدعية؟ هي دي الشهادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خطر الحجاب اللي أنت لابساه ده. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر. ده أنا أنفخك. بارك الله فيك يا أستاذ بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة أنك أنت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه صح؟ أيوة يا أستاذ. ولما حصل أن أنت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حتة مكان ضلمة كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليك، أليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. وعلى حسب أقوالك برضك في النيابة أنك قلت أن تم عليك الاعتداء بداية من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:30 يعني ساعة بالتمام والكمال مظبوط؟ الله ينور عليك يا أستاذ. لا الله ينور عليه هو ساعة ده رقم قياسي ده المفروض ياخد جايزة أوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تلفون؟ هنا يا أستاذ. نعم؟ هنا؟ بعد إذنك المكالمة في صلب وعنق القضية. اتفضل. أنا اللي بتصل أنا. أيوه رد يا حاجة رد رد يا حاجة فتح الله عليك ردي ردي. ألو ألو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نبيل الحايح مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. طب ده رقم تليفون ساعتك مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاك أثناء الحادثة صح؟ أجل أجل. أنا بس حبيت أثبت لرسالة المحكمة إن دي النمرة الخاصة بالمولدعية اللي كانت معاها أثناء الزعططة وكان عايز ياخد منك الموبايل صح؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. يا سلام على التقوى. طب إزاي يا سيادة الريس حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده 5 مكالمات كل مكالمة لا تقل عن 10-12 دقيقة وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب الشركة نفسها بتاعت المحمول بتقول ان جالها 5 مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه نفس الساعة. ازاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل بس يحصل بقى سعادتك الا اذا كانت هي في حالة الاعتداء كانت بتكلم صاحباتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكرا سيادة الرئيس. يا امها تظبطي. يلا باي. نبيلة انت نمرة الموبايل بتاعك 013 45 31. ايوه يا فندم.